صح صح انا جاي طالب ايد بنتك يا حاج صالح. هدى، هو انت عندك غيرها تصلح للزواج ولا ايه؟ بس اللي اعرفه ان انت عندك اتنين ولا زادوا؟ لا هما اتنين يا حاج صالح، وهدى ان شاء الله هتبقى التالتة. وعملت حسابك على الرابعة ولا لسه؟ يا رزاق بقى حضرة الناظر. سبحان الله، بس ايه اللي طلعها في دماغك تيجي تطلب بيد بنتي انا وفي الوقت ده بالذات؟ والله هو الموضوع في بالي بقاله فترة كبيرة. انا عارف ان هدى هينقصها بعض الاشياء، بس ان شاء الله هتكملها في بيتي لما تقعد مع اخواتها تتعلم منهم وتعرف نظامنا ايه. هدى ينقصها بعض الاشياء وانت بقى اللي هتكملها لها؟ ينقصها مثلا انها ترتدي النقاب بعد قرايه الفاتحه على طول، والباقي تكمله لما تعيش في وسط البيت وفي وسط اخواتها. طب انا ما عنديش بنات للجواز. اعقل الكلام اللي بتقوله يا صالح. يا صالح، وجاي تقول لي ترضون دينه وخلقه؟ يا قليل الربايه، انت مش عارف انا مين وممكن اعمل فيك ايه يا صالح؟ انهي دين ده اللي بتتكلم عنه يا افاق؟ انت جاي تقول لي انا ربكم الاعلى زي فرعون؟ امشي اطلع بره والا هضربك بالجزمه زي زمان عشان تتربى. تضرب مين يا مرتد يا ملحد يا حجر جهنم انت؟ مش كفايه اني حايش عنك الناس وعامل اعتبار لسنك؟ اسمع، بنتك هتبقى زوجتي وتنول شرف انها تشيل اسمي، وانت هتسيب البيت ده وتيجي تعيش معايا في الدوار، يا اما ترحل انت وبنتك وتشوف لك حته تانيه وبرضه هتسيب البيت. وقسما عظما وانت تعلم ان ابو مصعب اذا اقسم ابر، لخليك عبره لمن يعتبر. انت جاي تهددني في بيتي يا حرامي يا ابن الحرامي؟ انت عارف ان انا لو قتلتك دلوقتي يا صالح ما يبقى لكش دية؟ شيل ايدك من على سلاحك بدل ما اهلك يزعلوا عليك. طب احمد ربنا يا اخي ان انا جاي الم لحمك بدل ما انت سايبه الكل من هب ودب كده. هدى خطيبتي وريت فتحتها امبارح، تحسبهاش كتير، ايسر الشر واتكل على الله، بدل ما انا اللي قسم العظم ان هضربك بالنار. الشر انتوا اللي جبتوه لنفسكم. اسمع يا صالح، قدامك فرصه 3 ايام تلم فيهم حاجتك وترحل من هنا، يا اما انت المسؤول عن اللي هيحصل لك. 3 ايام بالعدد يا صالح، وقد اعذر من انذر، وليعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. جمعوا لي الاخوه كلهم اللي لادي وعن بكره ابيهم، قولوا لهم ابو مصعب عايزكم في امر جلال. معلش يا عم صالح، لخبطت لك الدنيا، بس ما كانش ينفع اتفرج عليه وهو بيغلط فيك. يا ابني حصل خير وكتر خيرك، احنا دنيتنا طبيعي متلخبطه من الاول، وان الاوان انها تتعدل. يلا اتفضلوا ناموا والصباح رباح. والله مش عارفين ننام ازاي في الهم ده يا شيخ صالح، انا خايف للشيخ مصعب ده جاي يرمي علينا حزام ناسف في اي لحظه. يا ابراهيم ما تقولش يا رب عندي هم كبير، قول يا هم عندي رب كبير. يلا ناموا تصبحوا على خير. يلا يا هدى. معلش يا هدى، مش عارف انا قلت كده ليه، بس يعني ما كانش في حل غير ده. تصبحوا على خير. والله يا ابراهيم انا حسيت انت اللي نحستني، مال انا بحنان وابو مصعب، انا ناقص.
صحيح، ممكن انا اللي كنت حاسته فعلا. انا هبلغ بقى ولا اسلم نفسي انا كمان. يقول المولى عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. طب في الاخره هتشوف نار جهنم والعياذ بالله. انما في الدنيا ده امر للمؤمنين ان يلحقوا بهم العذاب الاليم. احنا سكتنا كتير قوي يا اخوانا على الراجل اللي اسمه صالح ده، وتحملنا منه ما لا يحتمل عشان نقي نفسنا واهلنا شر افكاره المسمومه وكلامه الشيطاني، وعملنا حساب للجيره وللعشره كما وصانا النبي عليه الصلاه والسلام. انما يصل به الامر انه يعيش اتنين رجاله اغراب في بيته مع بنته، ده اللي لا يرضاه لا شرع ولا دين ولا اخلاق حتى. واحنا ما نبقاش رجاله ولا قائمين على اقامه شرع الله وحدوده في الارض لو سكتنا على الفحش والرذيله. انا النهارده اديته مهله اخيره وطلبت منه يرحل عننا بسلام. اذا رحل واستجاب ورضخ كان بها، واذا جنحوا للسلم فاجنح لها. اما اذا ركب هواه وربنا سلط عليه شيطانه فملوش عندنا غير العذاب الاليم. وكما قال المولى عز وجل في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم: قاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله، فان انتهوا فان الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا إن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العظيم. ايه رايك بقى في المكان؟ حلو مش كده؟ مش بطال يعني. مين بقى اللي قايل لك عليه؟ وانت مش عارفه امكانيات جوزك ولا ايه؟ سيبك من المكان. ودي اللي قلتي ايه؟ في ايه يا شادي؟ في السفريه يا مش. صدقيني احنا الاثنين محتاجين ده. نروح تايلاند، سنغافوره، ماليزيا، نعمل شهر عسل جديد. قلت ايه؟ ما اعرفش بصراحه، هشوف واقول لك. ايه مالك؟ شفتي عفريت؟ بصراحه اه، وانيل كمان. بسم الله ما شاء الله، أنا مش بحسد ها؟ يعني عصفورتين كناري قاعدين في المكان. الله يخرب بيتك، اسمها كناري يعني.